التحدي في هذا السباق المحلي الثامن. يسرني أن أنقل المايكروفون للزميل محمد بن عايض الصواط العتيبي. شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا المساء وهذه الأمسية التراثية من هنا من أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله مشاهدينا الكرام ينطلق خامس أشواطنا، شوط الثالث الخاص بالإبكار. نتابع هذه الانطلاقة والبداية مباشرة هنا مع مدمرة من تنطلق على البداية والصدارة لراشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة من يقدم شعاره على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز وصول من بروق سلطان بن سالم بن خجيم العذبة القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما أتابع التقدم في هذه اللحظات وصلت رمز راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي المتقدم والمقدم لرمز هنا مع ثالث المراكز، بينما أتابع رابع المراكز تصل تذكار محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين يقدم أيضا شعاره مع تقدم تذكار مع رابع المراكز، وخامس الأسماء وصلت عسيلة سعيد بن حمد بن سعيد بن حمد بن جهويل يتقدم مع عسيلة مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ولكن العودة هناك مع شعار الزقيبة من ينطلق على البداية والصدارة، من يقدم مدمرة هناك على أول المراكز في هذا التحدي في هذا الصراع القوي. مدمرة هناك على أول المراكز راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة، ولكن شوف التقدم والقادمة مع ثاني المراكز، وصلت بروق سلطان بن سالم بن خجيم العذبة يتقدم مع بروق مع ثاني المراكز، ولكن الوصول الله 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 يا رمز رمز هنا تتقدم مع ثالث المراكز راشد بن حزام بن عبد الله الزعبي، هنا يقدم ايضا شعاره المميز بنجومه الثلاث الله، وهنا ايضا اتابع ايضا تذكار محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين يتقدم مع رابع المراكز مشاهدين الكرام، وهناك وصول مع خامس المراكز من عسيلة سعيد بن حمد بن سعيد بن جهويل يصل مع أيضا عسيلة مع خامس المراكز مشاهدين الكرام، ولكن الأسماء القادمة أتابع الشعارات بدأت بالاقتراب مشاهدينا الكرام، ولكن العودة هناك مع الصدارة غير بروق انطلقت الى الصدارة، سلطان بن سالم بن خجيم العذبة يتقدم مع بروق غيرت على مقدمة الشوط، ولكن مدمرة قادمة مع ثاني المراكز راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة يصل مع ثاني المراكز، ورمز الله يا الزعبي بدأ بالاقتراب راشد بن حزام بن راشد الزعبي، يا الله 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 بدأنا بالاقتراب، ولكن أتابع هنا القادمة وصول مشاهدينا الكرام من تذكار محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين قادم مع هذه اللحظات ووصول في هذه اللحظات، من القادمة هنا من تتقدم مشاهدينا الكرام؟ نخوة محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يصل في هذه اللحظات، ولكن الأمور هناك مع الصدارة من غادرت مشاهدينا الكرام؟ الله بروح بروق على الصدارة غادرت الجميع، انطلقت على الصدارة سلطان بن سالم بن خجيم العذبة يغادر وينطلق، يقدم بروق بأداء مميز بانطلاق رائع مشاهدينا الكرام، من تنفرد على الصدارة هنا بروق، بروق الله الله يا بروق على هذا الأداء والانطلاق الممتاز بشعار سلطان بن سالم بن خجيم العذبة تذهب بناموس هذا الشوط بانفراد
راجع على الصدارة، واسعد الله مساك يا أبو خيم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هنا مع بروك تهانينا والناموس لسلطان بن سالم بن خيم العذبة على هذا الفوز والانتصار المستحق. ثاني المراكز وصلت رمز راشد بن حزام الراشد الزعبي، ثالث المراكز كان الوصول من تذكار محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، ورابع المراكز هتاشة لراشد بن حمد بن سالم النابت المري، وخامسا كان الوصول من سيوف سعيد بن بطي بن محمد الزعبي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان تابعنا الانطلاق والتحدي، وكانت بروق حاضرة في هذا الشوط. نهني أيضا مالك على هذا الفوز والانتصار، والتوقيت الزمني 6 دقائق و2:09 من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن سالم بن خجيم العذبة على فوز بروق، وتسجيل أيضا هذا التوقيت المميز، وانفرادها كان مميز بينما وصلت رمز بثاني مراكز ب6 دقائق 6 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي، وثالث المراكز كان الوصول من تذكار ب6 دقائق 6 ثواني 30 جزء من الثانية. التهنئة لمالك تذكار محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين. تهانينا والناموس.